أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل البيئة الوحدة الأولى غلاف الجو الأتموسفير، ونواصل كما في المقاطع السابقة لشرح متضمنات هذه الوحدة، تناول الأنظمة الخاصة بإزالة ملوثات الهواء. وهنا نتعرف على المرسب كيميائي الساكن إلكتروستاتيك بريسيبيتيتر. هو صندوق يحتوي على عدد من الأرفف المرتفعة عليها أقراص مشحونة بالكهرباء، ويتولد عنها حقلا كهربيا. عندما يمر الغاز الملوث وما به من جسيمات، فإن الأقراص المشحونة تحجز وتجذب الجسيمات. في هذه الحالة تلتصق بها الجسيمات، تعتمد على طبيعة هناك تعتمد على طبيعة طبيعة تعتمد على طبيعة وخواص طبيعة طبيعة وخواص الغازات الكيميائية، وكذلك على حجم الجسيمات. هذا الصغر يعتمد على الطبيعة والخواص الكيميائية، وكذلك على حجم الجسيمات. المرشحات أو الفلاتر، أو ما يسمى بالباك هاوس فلتر، باك هاوس فلتر، وهذه أكياس منسوجة من القطن أو الصوف أو النايلون أو الألياف الزجاجية، حيث يمر الغاز الملوث عبر هذه الأكياس، حيث تلتصق الملوثات عليها بمساعدة الفتحات الضيقة، بواسطة الفتحات الضيقة تخرج الأكياس وتنظف. وهذه الفلاتر تعتبر ذات كفاءة عالية للتحكم بالجسيمات الدقيقة، يعني عندها كفاءة عالية للتحكم بإيش؟ الجسيمات الدقيقة، الدقيقة أو صغيرة الحجم، ولأن الميكانيكية بتاعتها تعتمد على فتحات ضيقة، فلهذا تتحكم عندها كفاءة عالية للتحكم في ملوثات ذات الجسيمات ذات الحجم الصغيرة أو الجسيمات الدقيقة. هنا المرشحات الرطبة اللي تسمى بويت سكروبرز، جهاز يتمتع بكفاءة وقدرة عالية على إزالة ملوثات الغاز بنسبة 80 إلى 75% من ثاني أكسيد الكربون، هي نسبة عالية جدا. إذا وجد ثاني أكسيد الكربون في الجو، فهذا المرشح أو هذه المرشحات الرطبة تسمى البيت سكروبر تزيل 80 إلى 95% من ثاني أكسيد الكربون، وذلك عن طريق تحويل مجرى الغاز المنبعث، المجرى بتاع الغاز المنبعث، ليمر على أجهزة خاصة ينتشر فيها الماء على هيئة رذاذ، أي الغاز يكون في هذا يتحول ويتفاعل مع رذاذ الماء، يتفاعل مع رذاذ الماء يلتصق بها الغاز الملوث، وذلك عن طريق امتصاص جزيئات الغبار والجزيئات الدقيقة التي تشكل أتربة لهذا الغاز. يعني الغاز يلتصق بالجزيئات الموجودة هنا ليفصل الماء المحتوي على الأتربة والمسات، وبعد ذلك تفصل ويبقى الهواء نقيا. في المجمع الميكانيكي الميكانيكال كوليكتر سايكلون، وأبسط الوسائل المستخدمة لإزالة التلوث وأكثرها كفاءة، يدخل الغاز من خلال فتحة جانبية إلى قمع مخروطي، قمع مخروطي هذا الشكل، قمع مخروطي، ويدور بحركة ميكانيكية سريعة تؤدي إلى تركيز محيط الغاز في الداخل، ثم تفصل تاركة الهواء صافي ونقي. يعني بهذه الحركة الميكانيكية إذا دارت هكذا مثلا، وتتركز هذه الجسيمات الملوثة في القاع وتفصل ويترك الهواء نقي.